السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا، نعم تفضل. هل عبد الله بن حرام كلمه الله من غير حجاب؟ ده هذا ليس في الحياة الدنيا، إنما بعد أن قتل شهيدا يوم أحد، ولفظت من وراء حجاب فيها كلام ثابت أن الله كلمه، كلم عبد الله بن حرام والد جابر بعد أن مات، بعد أن عفوا بعد أن قتل شهيدا يوم أحد، مش في الدنيا، مش في الحياة الدنيا يعني وهو حي. أنت تعرف أن عفوا عفوا وأنت تعرف ابتداء أن الله يكلم الشهداء بعد موتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أوردوه في تفسير قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، قل اطلع عليهم ربهم اطلاعا، قال هل تريدون شيئا؟ قالوا هل فوق، نريد أن نرجع إلى الدنيا يا ربنا فنقتل في سبيلك. فلما رأى أن ليست لهم حاجة تركوا. نعم الله الله يبارك فيك، زرنا الأول نخبرك بأوضاعنا. الله يبارك فيك. لا لا، ما كده، لا لا، نحن لا نريد هذا. الله يسلمك، نريد دعوة صالحة منك فقط. الله يبارك فيك، تفضل شرفنا في أي وقت واطلع على الوضع. أحبك الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم.